اهلا وسهلا بكم في برنامج حلويات غربيه. اليوم بدنا نقدم لكم وصفه البسكوت اللي هي اسمها شوغر بيست. هلا هي قبل هالمره عملنا بالحلقه اللي قبلها اذا بتتذكروا عملنا تارت وحطينا جواته تارت بسكوت، حطينا جواته الكاستر وزيناه بطريقه حلوه اللي هي شكل الفواكه. طبعا اليوم احنا راح نعمل اللي هي البسكوت وراح نفرجيكم فيه عنا كيف مشزمات صغيره هيك. في عندنا شكل سداسي وفي مدور وفي راس قلب. راح نفرجيكم كيف احنا بدنا نفرد العجينه ونقطع عليهم بالشكل المطلوب طبعا بالمرق يعني، وراح نفرجيكم كيف الحشوات اخر شيء. راح ادير اول شيء السكر. انا بالنسبه لي طريقتي احسن ادير السكر اول عشان ازدرت الزبده بتعلق عندي بالطنجره. لا بدير السكر والزبده بنخلطه معنا احسن. راح اخليهم مو عندي لمده دقيقتين لحتى يتجانسوا مع بعض السكر والزبده. بطفي الماكينه هون عندي لحتى انزل الجوانب. طبعا هون اهم خطوة عندي انه السكر مع الزبدة يدوبوا مع بعض. راح اعود انزلهم كمان مره. هيك نزلناهم كمان مره لحتى اقدر اضيف البيض وبرضه تنخلط معنا تتجانس معنا. هون عندي عشان المكونات صغيرة مهم انه يتقيموا الزبدة عشان يعطينا العيار المطلوب، يبقى كله تحت متجانس. برجع بحركهم كمان مرة احسن. طبعا ممكن انتوا تبلشوا هاي الخلطة فيها على الايد بدون ميكسر، راح تتغلبوا شوي بس بالنهاية اذا في عندكم سلك يدوي. زبدة طبعا بتكون باردة، يفضل باردة لحتى تعطينا هون الجودة المطلوبة نتحكم فيها بالمرق. طبعا بضربهاش زيادة عن اللزوم، اذا ضربتها زيادة عن اللزوم
راح تفتفت معنا بالشغل ومش راح تزبط معنا كتير. خليتها نص دقيقة هيك عنا جاهز الخلطة. بنضف هاي شوي. هيك ان عجينة الشوغر بيست بعد ما جهزت معنا زي ما حكينا لكم ما خفقناها كتير، بس نص دقيقة لحتى تجانسوا معنا المكونات. وراح افرجيكم كيف هلا ندعكها وتكون متماسكة، يعني الجودة المطلوبة تبعتها. هيك راح نبلش عندنا بالعجينة هون زي ما حكيت لكم، نرش لها شوية طحين لحتى ندعكها شوي وتتماسك معنا ونقدر نشتغل فيها عن طريق المرق. طبعا راح نسوي أشكال حلوة زي ما حكينا لكم، راس قلب، وفي عندي الشكل السداسي وفي شكل مدور. وراح نفرجيكم كيف الحشوة، ممكن تضيفوا لها تطلي، شوكولاتة، مشمش، ايش انتم بتحبوا. راح نبلش هوني نفردها. ما بنخليها رفيعة ولا خميرة كتير، وسط. عندي انا هون المرق وزنه شوية تقيل، بس بحطه هيك وبضغط على الشكل هذا خفيف لتعطينا شكل دغري. ممكن اضغط اشي بسيط اذا شفت اشي عندي هون عالي، اللي تبقى ايش عندي متساوية دغرية. طبعا العجنة كتير متماسكة معي لأنه أنا ما ضربتها زيادة على الخلاط. إذا زي ما حكيت لكم إذا انضربت بالزيادة بتصير تفتفت معكم وتغلب بالشغل. هيك حجمها منيح. راح آخذ الشكل اللي مدور أول إشي. راح أجيب صينية. راح اجيب صينية واصفت بالشكل هذا المدور. وراح اجيب كمان شكل اللي يعطي منظر حلو. في عندي هون انا زي صحن الومنيوم راح على شكل فوتبول. طبعا راح انا احط العجينة عليه اضغط شوي. وراح تقدر تستخدموا فيه هذا بعد ما ينخبز تقلبوه بسهوله. طبعا بنزل زي ما حكيت لكم هون عندنا الزبده، قصدي العجنه هون فيها كميه زبده، هون ما بتلزق معنا لانه زيت. طبعا
لما تطلع معنا الشكل هذا بتفكوها، ممكن تحشوها شوكولاتة كاستر، تحطوا فواكه فراولة، هلا في عنا موسم الفراولة ممكن تحطوا عليها فراولة ايش بتحبوا، تعطوا اشكال مرتبة. بالنسبة للفراولة اذا حطيتوا فراولة لازم تحطوا نوع ايش على الوجه اللي حتى ما تدبل الفراولة. حط العجينة بالشكل هذا، بضغط من فوق بجيب سكينة وبقطع عالدائرة. بضغط على الجوانب لحد ناخذ الشكل المطلوب. شايفين كيف الشكل هذا، بحطها هيك وراح ادخلها على الفرن برضه نفس خلطة البيتفور على حرارة 200-220. في عنا هيك عجنة الشوغر بيس، بعد ما طلعت من الفرن عملنا شكل السداسي وراس قلب المدور. راح نبلش بالشكل السداسي، نحط من كل نوع حبتين، نشقلب واحدة وواحدة لا عشان الحشوة. راح احشي الشكل الراس قلب طعم حشوة توفة. وراح اجيب القطعة الثانية احطها فوقها، اضغط يعني ضغطة بسيطة. وفي عنا الشكل السداسي، راح احشي تطلع الخفيف، راح نفرشيكم كيف كمان ممكن احنا نضيف له على الوجه سكر ناعم، بيطلع كتير زاكي وطعمه حلو. في عندي كمان هون موجود سكر ناعم، راح اضيف على التطلي. بيطلع كتير منظر السكر ناعم على البسكوت، كتير بيطلع منظره حلو. في عندي هون كمان شوكولاتة بيضة فيها لمعة، لمعتها حلوة، ممكن أرش على البسكوتة بالطريقة هاي، ممكن على الجنب بس هيك أحلى. ممكن كمان هون اضيف نقط توفي منظر حلو. وهيك بنكون وصلنا لختام محلتنا لليوم لوصفة الشوغر بيست اللي هي البسكوت، وان شاء الله بتمنى